لازم نطفي نور العيلة. تجي نموت فداو الزيارات العائلية والسفر، لأن هاد العيد الأضحى جا في ظروف استثنائية. أخي المواطن كون واعي وتبع الحاجة اللي هي معقولة، وما تسمعش الإشاعات اللي كتقول بأن الفيروس ما كاينش. الفيروس راه كاين بيناتنا وكيشكل خطر على الجميع. نتفادى التجمعات وندير خمامة ونتبع النصائح اللي كتوليها عليه السلطات المختصة، وما يكون غير الخير إن شاء الله. أخي المواطن، أختي المواطنة، راه السلطات العمومية لاحظت بلي كاين بعض المواطنين والمواطنات ما كيلتزموش بالتدابير الوقائية، أي ما كيوضعوش كمامات وما كيخليوش مسافة الأمان في الأماكن العامة. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، جولة تخصصية توعوية. هاد الناس خاصهم يعرفوا بلي راهم خارقين القانون وخارقين حالة الطوارئ الصحية، وهذا الشيء كيعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، واللي كيعاقب المخالفين من شهر إلى 3 أشهر، وبغرامة مالية ما بين 300 درهم إلى 1300 درهم أو هما معا. هذا الشيء علاش؟ راكم ملزمين باحترام الأوامر والقرارات الصادرة من السلطات العمومية. أخي المواطن، أختي المواطنة، بخصوص عيد الأضحى خاصكم يكون في الدار، خاصو يكون عنده شهادة إدارية من طرف السلطة الإدارية المحلية. هاد الشهادة هي اللي كتقول بلي هاد الجزار داير اختبار ديال فيروس كورونا، وكيتوفر على جميع التدابير الوقائية الصحية. ماشي أي جزار يدخل الدار بدون هاد الشروط. أخي المواطن، أختي المواطنة، حاجة مهمة بزاف، هاد الظرفية الوبائية تجنبو وتفاداو الزيارات العائلية والسفر، لأن هاد العيد الأضحى جا في ظروف استثنائية. أخي المواطن كون واعي وتبع الحاجة اللي هي معقولة، وما تسمعش الإشاعات اللي كتقول بأن الفيروس ما كاينش. الفيروس راه كاين بيناتنا وكيشكل خطر على الجميع. نتفادى التجمعات وندير خمامة ونتبع النصائح اللي كتوليها عليه السلطات المختصة، وما يكون غير الخير إن شاء الله. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، كيف ما كتشوفوا معنا السلطات في منطقة بنزيك كتقوم بحملة تحسيسية توعوية. والمواطنات ما كيلتزموش بالتدابير الوقائية، أي ما كيوضعوش كمامات وما كيخليوش مسافة الأمان في الأماكن العامة، وبالتالي هادشي كيهدد السلامة ديالكم وديال وليداتكم. هاد الناس خاصهم يعرفوا بلي راهم خارقين القانون وخارقين حالة الطوارئ الصحية، وهذا الشيء كيعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، واللي كيعاقب المخالفين من شهر إلى 3 أشهر، وبغرامة مالية ما بين 300 درهم إلى 1300 درهم أو هما معا. هذا الشيء علاش؟ راكم ملزمين باحترام الأوامر والقرارات الصادرة من السلطات العمومية. أخي المواطن، أختي المواطنة، بخصوص عيد الأضحى خاصكم تعرفوا أن الجزار اللي غيجي يذبح لكم في الدار خاصو يكون عنده شهادة إدارية من طرف السلطة الإدارية المحلية. هاد الشهادة هي اللي كتقول بلي هاد الجزار داير اختبار ديال فيروس كورونا، وكيتوفر على جميع التدابير الوقائية الصحية. ماشي أي جزار يدخل الدار بدون هاد الشروط. أخي المواطن، أختي المواطنة، حاجة مهمة بزاف، هاد الظرفية الوبائية تجنبو وتفاداو الزيارات العائلية والسفر، لأن هاد العيد الأضحى جا في ظروف استثنائية. أخي المواطن كون واعي وتبع الحاجة اللي هي معقولة، وما تسمعش الإشاعات اللي كتقول بأن الفيروس ما كاينش. الفيروس راه كاين بيناتنا وكيشكل خطر على الجميع. نتفادى التجمعات وندير الكمامة ونتبع النصائح اللي كتمليها عليا السلطات المختصة، وما يكون غير الخير إن شاء الله. إذا كما كتشوفوا معنا أن سلطات منطقة المسيك تقوم بمراقبة الحافلات أيضا. العامة
وبالتالي هادشي كيهدد السلام ديال المدن. هاد الناس خاصهم يعرفوا بلي راهم خارقين القانون وخارقين حاله الطوارئ الصحيه، وهادشي كيعرضهم للعقوبات المنصوص عليهم في الماده أساس واللي كيعاقب المخالفين من شهر الى ثلاث اشهر وبغرامه ماليه ما بين 600 درهم الى 1300 درهم او هما معا. بخصوص عيد الاضحى خاصكم تعرفوا ان الانسان اللي يجي يدخلكم في الدار خاصو يكون وديع. كدير وديع بخير لاباس عليك. سعيد سعيد أخي المواطن أختي المواطنة، راه السلطات العمومية لاحظت بلي كاين بعض المواطنين والمواطنات ما كيلتزموش بالتدابير الوقائية، أي ما كيوضعوش كمامات وما كيخليوش مسافة الأمان في الأماكن العامة، وبالتالي هادشي كيهدد السلامة ديالكم وديال وليداتكم. هاد الناس خاصهم يعرفوا بلي راهم خارقين القانون وخارقين حالة الطوارئ الصحية، وهادشي كيعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، واللي كيعاقب المخالفين من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة مالية ما بين 300 درهم إلى 1300 درهم أو هما معا. هادشي علاش راكم ملزمين باحترام الأوامر والقرارات الصادرة من السلطات العمومية. أخي المواطن أختي المواطنة، بخصوص عيد الأضحى خاصكم تعرفوا أن القزام اللي غيجي يذبح لكم في الدار خاصو يكون عنده شهادة إدارية من طرف السلطة الإدارية المحلية، هذه الشهادة هي اللي كتقول بلي هذا